جميلة لكل تيتا وجميلة لكل رجالتها منشيه سلطان ورجالة منشيه سلطان كل راجل هو صالح النهاردة بنحييه وصبها عليه ابو حمصة اللي منور المنوفية حبيب قلب محمد عبد السلام قول يا باشا حبيبي يا الله يا عيني يا ديني يا ديني يا ديني يا عيني يا ديني يا عيني يا ديني يا عيني يا ديني يا الأولى في الغرام باسم الإله الأولى في الغرام باسم الإله ومدين وعشان ما يحلى الكلام يا أبو عمار عشان ما يحلى الكلام عن مصطفى صلي ناس بيقولوا الكلام من ذهب عشان الذهب غالي أصل الكلام في الزمن ده بقى بالآداب خالي زمن الرجال كان زمان أيام أبويا كان الكلام بالميزان وعلى الأدب رقوم دلوقتي دي القشرة يا صاحبي دلوقتي دي القشرة في الوش يكسي العين وتقول ده راجل جدع يبطل يده حرفين يجعل أبو المرجلة والدنيا والشباب بقى كل واحد في زمان ناله الشيء الله يبارك لكم طيب اللي موحد بالله يرفع ايده لفوق اللي موحد بالله الدنيا 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 دنيا 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 يوعدك ربنا بجد النبي قال لي ترفع ايدك لفوق والسلام ونفتح مع بعض ولا دنيا Oh,
صلى على النبي 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 ابو حموصه. اللي عاوز حمد عبده يرقص يرفع ايده لفوق. بص 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 انا عاوزك تخرب الدنيا يا حموصه. دنيا بياكل الصغير والخلي زي الزمن بالطبع تتغير. يا ابو عبد السلام حبيبي في الطبع تتغير. يا ناس بقى كله بيقول يلا نفسي وعمره ما هيتغير. يا دنيا مالك كده طبعك بيتغير. يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا وحياة حبيبك النبي اللي بيحب امه يرفع ايده لفوق. اللي بيحب النبي يقول يا قمر من زيك يا فرحان يا الناس فرحانة الناس مبسوطة. هقول لك على حاجة طب اديله حبارة يا حرب بابا
Thank you.